نعم، قال والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فلو أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، إلا أن يكون معذورا بأن جاء العيد بغتة أو نسيها. مثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يخرج صدقة الفطر فوضعها في سيارته، في شنطة السيارة، وقدر الله أن ينسى ولم يذكر إلا بعد العيد بيوم أو يومين، فحينئذ يخرجها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.